الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، عندنا في العقيدة الطحوية يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو خاتم الأنبياء، وبينا ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهذا يكشف كثير من الكذابين الدجالين، وسيخرج على الناس 30 كذابون دجالون. نعم، لها أن تؤخر صلاة العشاء رسول الله الأخير، مع الناس تدخل في الخلاف، لكن الحق أن آخر وقت الفجر، آخر وقت العشاء هو الفجر. طيب، وقول المصنف هو إمام الأتقياء، الأتقياء هم الأصفياء الذين بلغوا الدرجات العلى عند رب السماوات العلى في الخوف من الله والخشية والإنابة، فامتثلوا أمر الله تعالى واجتنبوا نواهيه، وكانوا من الدعاة إلى الله جل وعلا، يدعون الله خوفا وطمعا صباحا ومساء، متضرعين متمسكنين، علموا أن الفقر وصف، أن الفقر وصف لهم ذاتي، وأن الغنى وصف لله ذاتي سبحانه جل وعلا. فالنبي هو إمامهم، هو سيدهم وإمامهم، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الجميع ينضون تحت راية نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتوى، ما نسيت، سأدخل بعد هذا الدرس إن شاء الله. هناك بعض المتصوفة يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن شريعة الله، عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج واسع الخضر عن خروج عن شريعة موسى، وهذا كفر مستقل، لا ينضون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، فالجميع ينضوا تحت راية الأنبياء والأولياء والأولياء والأصفياء. قال الله تعالى: أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون النبي ولا تنصرونه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهو إمام الأتقياء الذين اتقوا الشرك والتزموا التوحيد وهم أهل التوحيد، وهو إمام الأتقياء الذين التزموا الأوامر وامتثلوها واجتنبوا المحرمات والمحظورات وهم مقتصدون، وهو إمام الأتقياء حقا، وهو سيد المرسلين أيضا في وصفه بأبي هو وأمي، هو سيد المرسلين، وهو سيد المرسلين، السيد المقدم على الناس جميعا، السيد المقدم على الأنبياء جميعا، وترى كرامته على الله تعالى يوم القيامة، الناس جميعا يستشفعون بكل نبي يتوسلون به حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا ويحيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فيخر تحت العرش ساجدا فيدعو ربه، فبيده لواء الحمد يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو إمام مقدم، وهو له القربة عند ربي جل في علا، بل وله الخلة كما كانت لإبراهيم، ما من نبي له معجزة وله خصلة وخلة تقربه من ربه جل في علا إلا وكان لنبينا حظ ونصيب منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مصرايا، الإسراء، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، قال فرفعه الله لي، فأنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنهم رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وعن ابن عباس قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي مع الرجل، والنبي ومع الرجلان، والنبي ومع الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجلت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر هناك، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهو إمامهم ومقدمهم في حساب أمتي يوم القيامة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وفي الحديث الطويل جدا، حديث الشفاعة الطويل، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: لست له، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن عن ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر لله ساجدا، فأخر له ساجدا. فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. وهو خليل الرحمن، له مكانة الخلة التي كانت لإبراهيم عليه السلام وهي أعلاها وأرقاها. لذلك قال علماؤنا: الأولى أن يقال خليل الرحمن لا حبيب الرحمن، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض أو من البشر خليلا اتخذت ابن أبي قحافة، ولكن خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الخلة هي المحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، أي في باطنه، يعني تشبع القلب بمحبة الرب جل في علاه، يعني لا يبقى في القلب شيء إلا محبة الله جل في علاه. لذلك لما رزق الله إبراهيم عليه السلام الولد أحب إبراهيم الولد وبلغ معه السعي، غار الجبار على قلب خليله أن يأخذ الولد حظا من قلبه، فأمره بذبحه. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستردني إن شاء الله من الصابرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نستغفر الله ونتوب إليه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله يحب المتقين. وقوله: كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي، أي كل دعوة دعوة النبوة بعده كفر وضلال. قوله: هوى، أي أنها ناشئة عن الهوى وليس ثم شبهة في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال المصنف: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى بالنور والضياء. والمعنى أن الله تعالى بعثه بعموم الرسالة لا للبشر فقط، بل للثقلين للجن والإنس. والله قد خلق الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت لكافة الورى. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من الجن والإنس. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وأنني بريء مما تشركون. وقال تبارك وتعالى مبينا الوظيفة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة والبشارة، قال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا عام في الجن وفي الإنس لأنهم يدخلون في العالمين. وقال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فاستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وقال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أردتم أن أريكم آثار الجن لرأيتم ذلك. وابن مسعود قال: ما كان أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليهم سورة الرحمن: ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم. كلما جاء إلى قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ما من شيء من نعمك نكذب، لك الحمد ربنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.